تفضلي يا أمي. من إيد ما نعدمه، الله لا يحرمني منه. الله يطول عمرك يا أحلى حجة. أمي الله يرضى عليك، دير بالك على رضوى، نبعت لحم عليها، يعني متضايقين شوي جوزة، يعني هيك هالكم يوم بعرف متضايق. بعرف أمي بعرف، رؤوف بالأساس مو قوي شغل، والله ما كنت حابب لها جوازة. هلأ يلي صار صار، ومو كل ما بدي افتح معك سيرة بدك تحكي لي نفس الموشح، هذا نصيبة. المهم نحن نضل نساعدها، الله يرضى عليك. على رأسي يلي، خلص، بس مشان ولادها. بس مشانك انت، ليش انت يا ليلي؟ انا فيني اقدر على زعلك. روح الله يرضى عليك دنيا وآخرة. سمعنا هالغنية وأحلى بنذكرك بالوالد ما؟ أبوك الله يرحمه كان يحبها كتير لفيروس ما يحبها اليوم. لما يفيق يسمع وقبل ما ينام يسمع، يعني الست فيروس كانت عايشة معنا صبح ومساء. مزوي الله يرحمه، تعيش وتترحم. صباح الخير. صباح الخير بابا 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 صباح الخير. صباح الخير. شو وينه احمد افندي؟ لسه ما فات؟ ايه خليته نايم شوي، خليه يرتاح. ايه خليه نايم احسن هلا، بس فيه بسرعة لنا راسنا. هلا احمد ما عم بيهدي لك راسك ست نهال؟ يو هلك امل، شو بكي؟ ما حموده بس يفيق الحارة كلياتها بتعرف، من وقت يفيق لوقت ينام هو بضل عم بينطوط، متفاجئة بابنك يعني. خلصنا انت وياها، بدنا نعرف ناكل على الرواق، شو بكون؟ قرب عليك. بدي اسألك، شو مشان هذا قرايبك اللي بيشتغل بجمارك؟ شو وضعه؟ معلم جاهز، اعطيني مهلة 48 ساعة لحتى افهم شو السيرة. لك شو 48 ساعة ما 48 ساعة؟ انت مو خرج الواحد يعتمد عليك بشي بنوب. الله يسامحك يا معلم. روي بس لنشوفه للرجال بيحكي معه كلمتين وفهموا شو القصة. خلاص انسى، انا رح ادبره. هلا هيك معلم؟ خلاص كن، انا ما رح اطالعك براني. على راسي يا معلم، انا خرتوش فردك، امرني شو المطلوب. تاخذوا دول مصاري لواحد اسمه حسان، وهي هذا عنوانه. سيك من واد حسام علي. هذا زلمه بيشتغل بالجمارك، هو راح يظبط الموضوع كلياته. مشي معلي. من شان البضاعه انت بدك تفوتها على الحدود، وانت بدك تظبط اوراق المعامله كلياتها. هذا المؤاخذه معلم، مش معنى انا يعني. شو الحكي؟ ليش انا فاضي لهيك قصاص؟ كلياتها شويه خضرة ملفوف. بدك يعني انا اطلع من الرقاب؟ شو هاد معلم؟ البضاعه كلها خضرة ملفوف. اعتبر هذا اختبار لك، ولنشوف اذا خرج الواحد يعتمد عليك ولا لا. يعني عادة مؤاخذة معلم غير منقودية، يعني ايش كان البضاعة كلها خضرة وملفوف؟ ليه بدك تعطي كل هالمصاري لهذا اللي اسمه حسان؟ لك يا بني ادم هيك البلد ماشي، اذا ما بتدفع بيطلعوا لك 100,000 قصة وقصة. بعدين انت لا تتدخل بشي ما بيعنيك منوب، بتنفذ اللي بقول لك عليه وبس، مفهوم؟ انا بأمرك، مشي معلم، يلا انا رايح. تا وين رايح؟ معلم بدي اودي مصاري للرجال. بتعوق عليهم. على شو بدي وقع؟ سند اماني، شغلة شكلية. بس استلم المصاري من شغلك، خود وقع. يعني ما في ثقة معلم؟
لا ما في سوى. وقع. حاضر. عن إذنك. الله معك. عيونه بريني. لقيتها. شو هدي لقيتها؟ أنا لقيتها. خلصنا سو سولر طالعك خلصنا. بس لأهدى وتركان من حل الموضوع خلصنا. لا ما عاد في خلصنا. طفح الكل فيني هلأ بدي أفهم. لك فهمنا. بس اهدى شوي مر لعندك على البيت ونحكي. والله شو؟ لا ما حذرت. لا سوسو بزعل منك ها، تلقيني هلا وعندي شغل. تعال شو هدول المصاري؟ هدول يا ستي مصاري اعطاني اياهم المعلم لاعطيهم لحدا تاني. سوسو بمخي مشروع اذا زبط لخليكي تلعبي بالمصاري لعب. لك لسه عم تضحك علي لسه؟ بزعل منك سوسو ها، لسه بتقولي لي عم تضحك عليكي. ايه عم تضحك علي، واسمع لقلك، والله العظيم ما عاد خليك تقرب مني الا لنكتب كتابنا. لك يا عيوني رح نكتب كتابنا، والله رح نكتب كتابنا، بس طولي بالك علي شوي. لك يا رؤوف، يا رؤوف انت بتعرف انه اللي صار بيننا غصب عني، وانا مو هيك. اللي صار لاني انا بحبك وانت استغليت انه المكتب فاضي. خلصنا وعيب هذا الحكي، يا ستي انا بعترف اني غلطت. ليكني ما هربت، موجود، بدنا نكتب كتابنا، بس طولي بالك علي شوي، رح مر لعندك على البيت وبنحكي. طيب يبقى اثبت لي هالحكي، وقسما بالله اذا ما بتمر لعندي وبتجيب الشيخ، حتشوف شيء ما بيعجبك بنوب. لك حياتي خلصنا بقى، خليني روح قبل ما يطلع المعلم ويعمل لي مشكلة. ولك يقبرني اللي شد عظامك. ايه باي. تقبريني ما تزعلي من أمك، والله هي بتحبك كتير. ما في مشكلة مرت عمي، أنا مو زعلانة منها عادي. مي علي عليها، شو بدي أحكي لي؟ ترملت على بكير وسكرت الدنيا بوشها، يعني ما بدنا نكون نحن والزمن عليها، بدنا نداريها شوي. ايه الله يرضى عليك. ما اختلفنا مرت عمي، انا كمان ما عندي غير هاي البنت، وما حدا قدك بيعرف قديش تعذبت لحتى جبتها. ما بيهون علي لا حدا يضايقها بكلمه ولا يحكي عليها ولا شيء. طيب احكي لك شو قالت لي مره من المرات. اه شو قالت لي؟ انه بدها تاخد يارا لاحمد. شو هالحكي هاد؟ لساتهم اولاد. يو شو قالوا لك؟ بدنا نجوزهم بكره. مرت عمي انا ما عم افهم، يعني انه شو دخل هي بهي هلا؟ لا دخل، معناته قديش امل بتحبها لبنتك. لك وانا كمان بحبه لاحمد، والله بحسه مثل ابني. طيب بدي احكي لك قصه تانية. تفضل. ديري بالك على كمال، انت بتعرفي انه تأخر لحتى تجوز، بس يا علي كانت ظروفه صعبة كتير، يعني ما تخلي فرق العمر يلي بيناتكم يأثر على علاقتكم. مرت عمي انت ليش عم تحكي معي هيك؟ خليني كمل. كمال الله يرضى على اسمه، من لما توفى أبوه تحمل المسؤولية، ترك دراسته واشتغل مشان يصرف علي أنا وأخواته، يعني حرم حاله من كل شيء وحرم حاله من الجواز، ضحى بسعادته مشان سعادة غيره. بدي إياك تعوضيها له مشان ما يحس إنه انحرم من السعادة اللي ضاعت منه، وأكيد لقاها فيك. مرت عمي هو شكالك علي شيء؟ لا أيوه. شو هالحكي؟ أبدا. لكن ليش عم تحكي معي هلا؟ لأنه أنا شايفته قديش متعلق بيارا. إيه والله والله شايف الدنيا كلها من عيونك أنت وعيون هالبنت. مرت عمي أنا ما تجوزته لكمال إلا لأني بحبه. أصلاً أنا من لما تعرفت عليه حسيت إنه هو كل الدنيا اللي بحلم فيها،
يعني أنا شو بدي أكتر من هيك؟ صدقيني يمكن أنا الإنسان الوحيد بهي الدنيا يلي ما لازم توصيه كمال. الله يرضى عليك وبيسعدك ويهنيك. سمعان صوته؟ ايه سمعان. معلش خليهم يلعبوا وينبسطوا ويخبطوا ويكسروا مو مشكلة. هلا أمل بالضب. شرف يا اخي شرف. يلا اهلا وسهلا فيك. تفضل. ما هي خلينا اياك. شو ان شاء الله بلاك؟ لا والله اجار. الله يطعمك احسن منه. الله كريم. ايه سيدي لك معي امانه شريف، هدول من خالد بيك. ايوه كاني شايفك. شايفني انا؟ بلا يخلق من الشبه 40 بجوز مشبه علي. لا لا مو مشبه، انا شايفك. بلا لكن بلا تذكرت انا شايفك، كنت عم زور كمال، كنت عنده. مين كمال؟ كمال مسلم موظف الجمارك. شو بنا؟ وانت منين بتعرفه لكمال؟ ولو نحن عيله واحده محسوبه. يكون صهره لكمال، أنا أخذ أخته. أي منيح حبيب. اسمع، ضب الأمانة وخدها معك وسلم على خالد بيك وقل له أنا بتفاهم أنا وإياه. بيرو برو شو بك كربشت؟ أخي لا كربشت ولا شيء. لا كربشت مبلا كربشت. نوت قلت لك كمان مسلم بحماية كربشت، بس بدي فاهمك كمال شيء وأنا شيء تاني. أخي خلص ما عاد بدي، قلبي نعز. بيرو أخي بيرو الله يرضى علي، أنا كمال ما بيعني لي كله على بعضه، لو كان بيعني لي كنت رحت لعنده ما أجيت لعنده. لا ما حذرت، لو رحت لعند كمال ما كان وافق. كمال أنا اللي بعرفه. معناها متفقين. أيوة. طيب أنا شو اللي بيضمن لي إنه ما تكون أنت وكمال عم تلعبوا علي؟ أوعك ها، بزعل منك يا بضاي، هذا الحكي ما بصير معي. البضاعة رح تفوت على البلد وباسمي، شلون بدي ألعب عليك ها؟ أخي هاي المية ما بتصير معي، أقل من 500,000 رعبون لا حدا يحكي معي. والله يا معلم أنا مرسال لخالد بيك، عطاني هال100,000 قال لي أعطيها لحضرتك ووقعك على الوصل. شو؟ وقع كمان؟ أخي خد مصرياتك وروح وسلم على خالد بيك قل له بيقول لك حسان هو برات الضرب. قال وقع. قال وش كان سألني ليش؟ هيك قال له، قال له خلص ما عاد بدي بطلت. عميد الله يرضى عليك، روح خلص روح خلينا نتفاهم. الله يرضى عليك. اسمع من الآخر، 500,000 ما عاد بدي 5,000,000 كاش، ما بفوت براد على البلد قبل ما أقبض ال5,000,000. نحن عم نفوت حشيش وبطاطا. كأنه في قرصة برد. شو خير شو بكي؟ في شيء. شو ما في شيء؟ طلعي فيني؟ طلعي فيني. أنا بنظرة العيون هي بفهم منيح. هي غمضت مشان ما تفهم علي. لا لا فتحي. حبيبتي مشان اخوك خليل انا فهمان عليك. لك دادا هاي الدكانه سمعتها طيبه هون، وهي ورثه من المرحوم. جاي اخوك عم يبيع دخان مهرب، لك عيب؟ لا وبكل وقاحه عم بيجي خبرك. هلا انا بعرف انه هو غلطان، واساسا انا خجلانه احكي معك لاني بعرف تماما شو انت، بس وحياه الله مو مشانه، مشان الاولاد الصغار خطي ما لهم ذنب. طيب حبيبتي انا اذا بدي رجعه كرمال العينتين الطيبين. يعني رح ترجعه؟ وأنا متأكد طبعاً إذا رجعته أنه بده يعيدها مرة ثانية. هالمرة على كفالتي أنا. وإذا رجع آدم؟
ساعتها أنا ما هتحكي معه بحياتي. طيب بس الله يخليكي بتفهمي إنه ما بيصير ترامي ولاده مال حرام. الله يخلي لي.